ريكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يا جماعة، إحنا في الحصة الماضية تحدثنا عن الديستانس فيكتور. إيش هو الديستانس فيكتور؟ هو راوتينج ألجوريثم. بهمنا نعرف وين إحنا موجودين. هو راوتينج ألجوريثم على مستوى النتورك لاير. إحنا في عندنا أكثر من طريقة. في بروتوكول اسمه لينك ستيت، كويس، وفي بروتوكول اسمه ديستانس فيكتور، اشهر البروتوكولات. هذا افكار البروتوكولات يعني او مبادئ. اللينك ستيت درسناه سابقا، والحصه الماضيه درسنا الديستانس فيكتور. اذا بتتذكروا قلنا في بيلمان فورد ايكويشن يحسب الشورتست باث، صحيح، واعتمدنا على هذه الشورتست باث في طريقه الحساب. اللي قبله كان على ايش اعتمد؟ اللينك ستيت على ايش اعتمد؟ على دايكستراز الجوريثم، فاكرين؟ اعتمد على دايكستراز الجوريثم، لكن هذا اعتمد على بيلمان فورد ايكويشن. كويس، وخلصناه في الحصه الماضيه، مش حرجع اشرحه، بس بذكركم ايش اللي درسناه. وفي اخره كان في مشكله تعرفنا عليها، المشكله اسمها كاونت تو انفينيتي بروبلم، فاكرين؟ كان عندنا كاونت تو انفينيتي بروبلم، انه لو واحد تغير برقم كبير جدا حيظلوا يزودوا على بعض، هذا زود واحد وهذا زود واحد لفتره طويله، وهذا بياخذ وقت وبياخذ جهد من الكمبيوتر واعاقه، بيكونش الطريق الامثل هو اللي ماشي فيه. لذلك ايش كان الحل تبعها؟ اللي هو ايش؟ بويزن ريفيرس تكنيك. بويزن ريفيرس تكنيك، وفي درس اليوم حيكون في شيء مرتبط بهذه الفكره اللي هي بويزن ريفيرس تكنيك. هنعرف في الريب كيف بتعامل مع هذه المشكلة. طيب، نيجي للهيراريكال راوتينج. إذا الموضوع التالي هو هيراريكال راوتينج. إيش المقصود بهيراريكال راوتينج؟ هلقيت الشبكة في العالم كله مش زي هذه المربعات، عشان شايفين الماوس والمربعات هذه، مش زي هذه المربعات. كل الراوترات عبارة عن فلات، بمعنى كلهم بنفس المستوى. مش صحيح انه كلهم بنفس المستوى. في راوترات اهم من راوترات، في راوترات على الايدج، في راوترات جيت ويز عامله، في راوترات داخليه. فاذا عندي هيراركي معينه، هم مش كلهم متساويين. لان في العالم كله الان حوالي 800 الف راوتر، 800 مليون حتى يقال، 800 مليون راوتر. فلو ال 800 مليون راوتر هذول بدي عاملهم كلهم فلات، هذا حياخذ جهد كبير جدا في تبادل المعلومات. لذلك عندنا الهيراركي متبع. اذا our routing study thus far idealization انه all routers identical ونتورك flat، زي هيك زي بعض. not true in practice، هذا غير صحيح الكلام في التطبيق العملي. قلنا في هيراركي معينه. طيب scale with 600 مليون destinations، لو انا عندي 600 مليون راوتر، الان فعليا اكثر طبعا بكثير، انا قدرت ب 800 مليون راوتر الان. Cannot store all destinations in the routing table، بقدرش احفظ عناوينهم كلهم في الراوتينج تيبل. وبصير تبادل المعلومات اللي هي التيبلز هذه، او زي ما شفنا قبل شويه في الديستانس فيكتور بتبادل المعلومات، او في اللينك ستيت حصير كونجستشن في الشبكه فقط من تبادل المعلومات الخاصه بالراوتينج تيبلز. هذا لسه قبل ما نرسل بيانات، بس عشان اعمل الراوتينج عبر الراوتينج تيبل بدها تبادل معلومات، هتعبي الشبكة هذه المعلومات وحيصير كونجستشن. هذا لو كانوا كلهم فلات، لكن قلنا هم مش فلات. طب عندنا ايش الحل؟ administrative autonomy. administrative autonomy، انترنت هي network of networks. نعرفين انه الشبكة العالمية عبارة عن شبكات مختلفة، مثلا شبكة الاتصالات الفلسطينية لها شبكة، في داخلها في شبكات، في لمدى، في لكذا، في شبكة بيزك، في شبكة شبكات أوروبية، في شبكات جلوبال، كويس، AT&T مثلا أو غيرها. شبكات كثيرة جدا، وكل شبكة تتحكم في الأمور والراوتينج اللي بصير في داخل هذه الشبكة. إذا each network administrator may want to control routing in its own network. كل واحد بده يتحكم ويحب يتحكم في الشبكة الداخلية بتاعته، في الراوتينج تبعها، هو بيختار الالجوريثم اللي يستخدمه
وهكذا. طيب نظل في hierarchical routing. aggregate routers into regions. إذا بدنا نجمع الراوترات مع بعض في regions أو لمناطق أو مجموعات ونسميها autonomous systems. نسميها ASs أو autonomous systems. Routers in same autonomous system, same as, run same routing protocol. إذا في داخل كل AS اللي هو ايش autonomous system بيستخدموا نفس الراوتينج بروتوكول. هذا الراوتينج بروتوكول اللي بيستخدم جوا الاي اس بنسميه انترا بروتوكول. هذه اي اس زي ما انتم شايفين رقمها 3، هذه اي اس رقمها 1، هذه اي اس رقمها 2، وكل واحده من الاي اس ربما تستخدم انترا اي اس مختلف، انترا اي اس راوتينج الجوريثم مختلف. تمام، زي ما انتم شايفين في راوتر معين مثلا زي 1D، هذا الراوتر 1D الفوروردنج تيبل بتعبى من 2 الجوريثمز. في الانترا اي اس راوتنج تيبل راوتنج الجوريثم شغال وبيعبي بيانات في الفوروردنج تيبل، هذا خاص باللي في داخل الطرق اللي في داخل اي اس. في الجوريثم اخر اسمه انتر اي اس راوتنج برضه بيعبي في الجدول، هذا خاص بالناس اللي برا اللي خارج الاي اس ديستنيشنز اللي خارج الاي اس كيف يوصل لهم، بعبي له البيانات كيف يوصل لهم. تمام، اذا الانترا اي اس راوتينج بروتوكول راوترز ان ديفرنت اي اس كان ران ديفرنت بروتوكولز انترا اي اس اوكي. الجيت واي راوتر ات ايدج اوف اتس اون اي اس هاز لينك to router in another AS. يعني الراوتر اللي على الطرف زي 1C هذا على الإدج بنسميه وعنده مسار بقولنا لإيش؟ لAS آخر، لراوتر في AS آخر. هاي has link to router in another AS. هذول الإدجز بنسميهم وأحيانا بنسميهم gateways. الراوترات على الأطراف على الإدجز اللي بتربط بين AS و AS نسميهم gateways. هذا gateway 3A، 1C هو gateway كذلك، و2A هو gateway، و1B هو gateway. تمام، forwarding table of each router is configured by both intra and inter AS routing algorithm. زي ما قلنا اذا كلاهما الالجوريثمين بيعبوا في كل راوتر، مش بس هذا، وفي هذا الراوتر وفي هذا، من الالجوريثمين بياخذوا معلومات وبيعبوا الراوتينج تيبل. يعني في 1D بيكون مكتوب كيف يوصل اقصر طريق ل 1C وكيف يوصل ل 2C وكيف يوصل ل 3C كيف يوصل للي بعد 3 اذا فيها اي اس 4 كيف يوصل لاي اس 4. واضح كيف يا الا اشبير؟ فلو كان هنا اي اس 4 فبكون مين اللي مسؤول؟ قولوا لي انتم مين الراوتنج الجوريثم المسؤول عند 1D كيف وصله ل AS 4؟ هو هيشوف اول شيء AS 1 هيروح ل 1C بعدين هيطلع ل AS 3 وال AS 3 بيشوف مع مين متصل مع AS 4 فبيوصل هناك. صحيح، هذا اللي هيك بتطبق. الراوتنج الجوريثم المسؤول اذا هو الانتر AS، هو الانتر اي اس هو المسؤول عن هذه المعلومات كيف يجيبها ويسجلها في ال 1D forwarding table. تمام، طيب انتر اي اس تاسكس، نشوف بعض التاسكس اللي خاصه بالتواصل بين الاي اسز. ما دام قلنا انتر مش انترا، انترا في الداخل، انتر بينهم. سبوز راوتر 1D، خلينا على 1D هي ان اي اس 1 receives datagram، استلم datagram معينة distant outside of AS1 لكن مرسلة إلى ناس خارج الـ AS1. Router should forward packet to gateway router. إذا لازم يرسلها لـ gateway router، مظبوط؟ واحد على الطرف حتى يوصلها to gateway router. But which one؟ لمين يوصلها؟ لهذا لهذا؟ هي رايحة لبرا الـ AS، لمين يوصلها؟ لقيت منشوف AS1، هذا كله AS1
طيب في ناس متأخرين. فريش يا مي. AS1 must إيش لازم يعمل AS1؟ Learn which destinations are reachable through AS2, which destinations are reachable through AS3. كويس؟ إذا مين هم الـ destinations اللي بعد AS3؟ شايفين هذا AS3 اللي لسه رايحين بعده هناك، مين هم أربعة وخمسة وستة فرضا اللي ممكن عن طريق AS3 أوصلهم؟ لازم هذا المعلومات تسجل في AS1 عند كل الراوترات، وكذلك مين الناس أو الـ ASs اللي ممكن أوصل لهم عن طريق 2 AS2 اللي هم ما تعرفش مين هم جايين 15 و17 و18، هذول جايين بعد AS2 في هذا الاتجاه. كويس؟ فلازم الراوترات هذه تعرف هذه المعلومات حتى يحدد هل هو بده يرسله هيك أو بده يرسله في هذا الاتجاه. إذن هذه job of مين؟ أي routing algorithm؟ Inter. هذه job of inter AS routing. تمام؟ هذا السؤال. طيب نكمل example. Setting forwarding table in router 1D. بنعبي الفوروردنج تيبل في الراوتر 1D، شايفينه هذا. طيب suppose AS1، هذا AS1 layers via inter AS protocol، عن طريق الاس بروتوكول ايش عارف؟ that subnet x، وين هي هاي؟ that subnet x is reachable via AS3، عرف انه يمكن الوصول اليها عن طريق الاس3. سجل البيانات عند كل الراوترات اللي هنا x عن طريق AS3. تمام، اللي هو gateway اي واحد 1C، اذا من الداخل هان اللي بوصل ل AS3 هو 1C but not via AS2، وليس عن طريق AS2. inter AS protocol، هذا البروتوكول ال inter AS المسؤول عليهم كلهم، propagates reachability info to all internal routers، بيعطي المعلومات لكل الراوترز ل 1C 1A 1D 1B، كلهم بصير عندهم معلومات انه الوصول الى X من خلال 1C ثم بتروح على A3 وبتروح على X. عرفوا هذه المعلومات. طيب router 1D determines from intra AS، هذاك الانتر AS خلصنا عرفنا انه عن طريق 1C بده يوصل. طب كيف اقصر طريق يوصل ل 1C؟ مش بده للتبسيط، احنا رسمين 4 راوترات للتبسيط، قد يكونوا اكثر من هيك، قد يكونوا 20 40. كيف يوصل ل 1C في الداخل؟ قال لك router 1D determines from its intra AS routing algorithm، من خلال intra AS routing algorithm الداخلي. كويس، وهذا بروتوكول مختلف عن الخارجي، خارجي بروتوكول والداخلي بروتوكول. عرف من الداخلي ال intra AS info that its interface I، انه في انترفيس نفترض هذا مثلا اسمه I is on the least cost path to 1C، هو في الطريق اللي اقل كوست اللي بوصلني ل 1C. اذا عرف انه هذا المخرج، اذا هو اختار الشورتست باث، الالجوريثم الانترا الداخلي اختار الشورتست باث وحدد له المخرج، زي ما احنا تعودنا شفنا في الريب وفي اللينك ستيت، بيختار المسار الاقصر وبيحدد له المخرج اللي يخرج منه بحيث يروح ل 1C. فالآن عرفنا دور كل بروتوكول، الانترا عرفوا انه عن طريق AS3 وعن طريق 1C بيقدر يوصل ل X، الانتر عفوا الانتر AS algorithm. اما الانترا AS algorithm عرفوا ما هو اقصر مسار يصل به الى 1C. واضح؟ تمام تمام دكتور. طيب now suppose، هاي مثال تكملة، ايش اللي صار هان؟ تغير انه x لقيناه مرتبط مع AS3 مثلا ومرتبط مع AS2 في نفس الوقت، مرتبط هان ومرتبط هان. انا بدك تحيره خيره، طب نرسله هيك ولا نرسله هيك؟ بدنا نشوف ايش هو قلنا. now suppose AS1 learns from inter AS protocol that subnet x reachable from AS3 and AS2، تمام؟ to configure its forwarding table، عشان يعبي التيبل 1D هذا، router 1D must determine which gateway it should forward packets toward
towards for destination X. مين اللي بوصل لي إيش ل X؟ Must determine which gateway. أي gateway داخل عنده هان. Which gateway it should forward packets toward destination X. عرف إن 1C 1B بوصلوا هاي. شايفين الإشارات؟ عرف إن 1C 1B بيقدر وصلوا إلى X. بس كل واحد من اتجاه مختلف. This is also job of inter AS routing protocol. طبعا هذا شغل الانتر AS. الانتر AS هو المسؤول يعرفه انه كيف يوصل لإكس. تعرف انه بصلها عن طريق AS3 وبيعرف وبيقدر يوصل لإكس عن طريق AS2. تمام؟ هذه المعلومات موجودة عند 1D. كويس؟ طيب يبعتها هان ولا هان؟ ايش رايكم؟ ايش قولوا معي؟ هيبعتها للاكثر اللي بتوصل بطريق اكثر. اللي بوصل بطريق اقصر، كلام سليم. اللي بوصل بطريق اقصر الى 1B او 1C، بمعنى افترض انه الطريق الى 1C اقصر. كويس؟ افترض. لكن الطريق من 1C الى X طويلة وفيها ازدحام، الكوست عالي. تمام؟ فبطلع، لكن هنا الى 1B اطول داخليا اطول، لكن من 1B الى X قصيرة جدا وكوست قليل جدا. الكوست قليل جدا. في المحصلة يعني من 1D إلى X اللي أقصر مسافة وأقل كوست هي الطريق عن طريق 1B في المحصلة، حيث يصل لX هذه أسرع 1B أقل كوست. لكن هذا بهموش، هو بهمه في داخل الـ AS تاعته فقط. في داخل الـ AS تاعته فقط مين أقل كوست؟ خارج الـ AS كما بقول المثل الغلط إن شاء الله تحرق الدنيا، مش فارقة معاه. المهم هو بده يخرجها من الـ AS. تمام؟ ففي داخل الـ AS وين اللي أقصر؟ 1C ولا 1B؟ ببعتها إله، وبهموش برا قديش حتقعد في الـ AS الأخريات. المهم في طريق بوصلها، المهم إنه من هذا الطريق هي حتوصل. فهو بيرميها بحيث إنه يوفر على نفسه، الـ AS نفسه الداخلي هذا الـ AS بدوفر على شركته أو بدوفر على نفسه كوست، فبدور أقصر مسافة داخلية فقط وبيسلمها. لذلك البروتوكول اسمه هوت بوتيتو. قصدوا فيها انه لو انت مسكت حبة بطاطا تاكلها وهي سخنة، ايش بصير مع الغداء؟ ايش بصير؟ بدك تخلص منها بسرعة، يا بترميها في فمك يا اما ايش؟ حترميها لواحد تاني، حترميها للي جنبك استلم. فانت بدك تتخلص من البطاطا وهي سخنة بسرعة. القصد هنا بده يتخلص من الباكيت، هذه الرسالة بده يتخلص منها وما تكلفوش حاجة، بأقل تكلفة لهذه الشركة فقط. أما بعد هيك في الأسئلة الأخرى خليها تروح طويلة قصيرة ما بهمه. وضحت فكرة الهوت بوتيتو؟ تمام دكتور. تمام، شكرا على التمام. حد بده يسأل على الهوت بوتيتو؟ إذا الهوت بوتيتو متى بتلزمني؟ لما يكون عندي أكثر من مسار، أكثر من مسار، فأنا بختار حسب مصلحتي الداخلية. تمام؟ حسب المصلحة الداخلية بختار المسافة الأقصر للجيتوي اللي بوصل. إذا في ثلاثة جيتويز بوصله بختار مين الأقصر مسافة فيهم عندي داخليا، ولا يهمني إيش بصير في الخارج، إيش حتقعد. أوكي، هذا نفسه بس يعني فصل نفس اللي حكيناه. فوزيك أمالتي أمانج مالتي بيز. خلصنا يا شباب اللي هي الهيراريكال راوتينج. البنات شباب برضه، احنا نقول شباب يعني للكل. أوكي، خلصنا الهيراريكال راوتينج وننتقل للراوتينج إن ذا إنترنت ونشوف الريب. الريب اختصار لإيش؟ Routing Information Protocol. تمام؟ والـ OSPF
open shortest path first. اوكي نشوف الان ال ان ال اي ريب حنشوف اوكي راوتينج ان ذا انترنت. اوكي الانترا اي اس راوتينج تمام هذا اللي في داخل الاي اس مظبوط also known as interior gateway protocol ممكن يتسمى احيانا اي جي بي بسموه بشوف بعض مواقع النت والشروحات بسموه اي جي بي يعني interior gateway protocol هو الانترا هذا الاسم العام. اوكي most common intra AS routing protocols مين هي اشهر البروتوكولات RIP هي routing information protocol open shortest path first OSPF IGRP هذا خاص بسيسكو هيو سيسكو proprietary هو خاص بسيسكو interior gateway routing protocol. طيب نبدأ في أول واحد مين RIP Routing Information Protocol أنا أكثر من مرة سابقا قلت الRIP بيعتمد على أي مبدأ من اللي درسناهم ذكروني اللينك يا دكتور صح؟ اللينك ستيت اللي وراه الRIP بيعتمد على اللي ورد اللينك ستيت إيش كان اسمه؟ تبع هيومن نسيت اسمه ديستانس فيكتور مش هيك؟ ديستانس فيكتور صح الريب بيعتمد على الديستانس فيكتور طيب هو انكلودد ان بي اس دي اوبريتنج سيستم هذا اليونكس بي اس دي ديستريبيوشن من 1982 ديستانس فيكتور الجوريثم هيو قالها ديستانس فيكتور الجوريثم هو مبدا تبعه اذا بالمانفورد ايكويشن بيستخدم طيب distance metric كويس كيف بحسب المسافة كيف بحسب المسافة هي number of hops الماكسيمم عنده 15 الماكسيمم مش معناته انه في الشبكة 15 راوتر قد يكون 50 لكن المسافة اللي ممكن يمشيها من راوتر لراوتر لراوتر بحيث يصل من واحد لآخر ماكسيمم 15 راوتر تمام لأن كل هوب بنزل واحد هذا زي تي تي ال كل هوب بنزل واحد الرقم بنقص واحد فالماكسيمم بيساوي 15 هوبس each link has cost one نعم اذا هذا عنده الكوست في الديستانس فيكتور والريب الكوست على كل لينك واحد مش زي الديستانس فيكتور كان يحطها على 5 و7 و2 وكذا حسب الكونجيشن في قيم مختلفه لا بالنسبه له الهوب هوب خلاص مزدحم مش مزدحم كل هوب عبارة عن رقم بيعتبرها واحد وخلص تمام distance vectors exchanged with neighbors every 30 seconds in response messages as known as advertisements تسمى برضو advertisement اوكي اذا هم بتبادلوا كل 30 second بتبادلوا البيانات بينهم الراوترات كل راوتر كل 30 سكند بيرسل ايش عنده معلومات من خلال الديستانس فيكتور بحطهم في جداول وكل 25 سطر في جدول ايش ادفرتايزمنت ليست اب تو 25 ديستنيشن سبنتس كويس ان اي بي ادريسنج سيت طبعا بستخدم الاي بي ديستنيشن ادرس هو اللي بيعتمد عليه العناوين سبنتس نشوف الترقيم هنا كيف مثلا حط الكوست احنا وين هنا راوتر A هاي راوتر A وقال لك السبنت سبنت والهوبس قديش ليو المسافة واحد متصلة فيه مباشرة هاي بنزل من الراوتر هوب نزل عند يو المسافة واحد طب لفي من A لفي وين في هاي في اذا احنا في A هوب اثنين المسافة 2 لا X قولوا معي هوب 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 3 لا X تمام لو أجي من هان 3 1 2 3 طيب خلص لزد 2 وهكذا فهمتوا الفكرة إذا إحنا نبدأ من الراوتر نبدأ من الراوتر العد وأول واحد متصل فيه بنعده واضح؟
طيب نشوف هذا المثال rep example W A D B. هنا نقط، هنا يعني في راوترات، قد تكون في راوترات متصلة. تمام، نشوف المسافات. هلقيت هاي next router will hops number of hops to destination. احنا وين موجودين؟ على راوتر ايش كاتب دي؟ احنا موجودين في راوتر دي يا جماعة. هنا تمام. طيب ل W قديش المسافة؟ واحد اثنين. هي قالك المسافة اثنين، عن طريق مين؟ عن طريق A. هيك بعبي الجدول. طيب ل Y احسبوا ل Y، احنا في A، لا في دي احنا. واحد اثنين برضو اثنين، عن طريق مين؟ B. عن طريق B. ل Z في نقاط، هلا احنا مش عارفين قديش، هو قال لك سبعة المسافة، قال لك سبعة وعن طريق بي، لكن ما رسمهم مش كلهم، هو قال لنا المعلومة إنه في سبعة هوبس عن طريق بي عشان يوصل إلى زد. تمام؟ طيب نعمل تغير معين ونشوف إيش صار. A to D advertisement، مش كل 30 سكند بيبعتوا، كل 30 سكند بيبعتوا advertisement كل الراوترات. فأجت advertisement إعلان يعني من A وراح للكل بما فيهم دي، وصل لدي. إيش بقول لدي؟ ما كثير معلومات، هاي بعد كل الأسطر. من ضمنها كان في سطر بقول له المسافة إلى Z، وقف معنا 10 دقائق أو أقل. المسافة إلى Z عندي أربعة، هذا A بقول لدي المسافة إلى زد من عندي أربعة وعن طريق سي. تمام؟ أي من هان عن طريق سي بوصل لزد المسافة أربعة. بنبسط، حينبسط مظبوط. جود نيوز بالنسبة لمين؟ لدي، لأنه بوصل لزد بكم؟ سبعة هوبس من زد عشان يوصل ل من دي، من دي عشان يوصل لزد كان عنده سبعة هوبس، هذا بقول له أنا بوصل بأربعة. طبعا عن طريق بيلمان فورد، كيف معادلة بيلمان فورد؟ باخذ اقصر مسافة من عند الجيران وبضيف عليها المسافة بتاعتي بيني وبين جاري، فبينه وبين جاره واحد، هذا قال له أربعة وهم بينهم واحد، فزودها صارت خمسة. إذا صار من دي، من دي أي جدول دي إلى زد صارت خمسة المسافة، وعن طريق مين؟ بطل عن طريق بي صحيح؟ صار عن طريق مين؟ طريق إيه؟ إيه؟ نعم صحيح، صار عن طريق A لأنه المعلومة أجته من A إنه A بوصل بأربعة، فقال لك معناته أنا بوصل بخمسة عن طريق A. تمام؟ فهيك بتم تغير المعلومات، هيك بيشتغل الريب. لكن الآن نرجع للبويزن ريفيرس اللي حكينا عنها قبل شوية ونشوف معلومة عنها بسيطة. طيب الريب لينك فيلير ريكفري، if no advertisement heard after 180 second. إذا في راوتر معين A ولا اللي هان بعد W مرت 180 ثانية وما أرسلش ولا advertisement، هو قديش لازم يرسل في 180 ثانية؟ 6 advertisement لازم يرسل. يعني طب أول واحدة قلنا ضاعت والثانية ضاعت وبعد هيك 6 advertisement ورا بعض ما وصلوش، مرت 180 ثانية، بيعتبروا إيش؟ بيعتبروا dead، بيعلن عنه إنه مات خلص، هذا الراوتر طفى أو مات. Routers via neighbor invalidated، وبروح كل المسارات اللي عن طريق هذا الراوتر بلغيها. يعني لو دي مثلا ما وصلوش خلال 180 ثانية ولا advertisement من A، طب هو الآن معتمد على A قاعد بوصل لزد عن طريق A، بروح بلغي هذا السطر اللي بوصل فيه لزد عن طريق A، بلغيه وبرجع معلوماته القديمة، برجع بحط إيش؟ انه بده يوصل لزد عن طريق بي، بي لسه عايش، برجع بحط لزد عن طريق بي، وقد ما تطلع معه المسافه بحسبها سبعه برجعها سبعه. تمام؟ هيك بيعتبر انه اي مات لانه ما ارسلش ولا ادفرتايزمنت خلال زمن معين. نيو ادفرتايزمنت سنت تو نيبرز، وكمان ربما انه دي، ربما دي يكون ارسل للناس الاخرين انه انا بقدر اوصل فيها راوتر اخر فوق مثلا، وقال له بقدر اوصل لزد بخمسه، وهذاك راح اعتمد على معلومته مظبوط. فزد دي لازم يبلغ الناس الاخرين انه حصل عنده تغير،
لما مات A مات A ورجع الخمسة هذه لسبعة ورجعها لB، لازم دي برضو يبلغ جيرانه إنه حصل كذا وكذا. تمام؟ إذن دي advertisement sent to neighbors. neighbors intern، حتى الجيران لو صار عندهم تغير بناء على المعلومة الجديدة، غير سطر عنده، لازم يبلغ جيرانه وهكذا. انتشر هذه المعلومة. link failure info quickly propagates to entire net، وهكذا بنتشر بسرعة لكل الشبكة. إيش هو poison reverse؟ فاكرينه عاد؟ ايش هو البويزن ريفيرس؟ والبويزن ريفيرس ذكروني وين مر معانا قبل شوي، حكينا عنه في الديستانس فيكتور. ها الديستانس فيكتور كان ايش المشكله؟ كاونت انفينيتي. كاونت انفينيتي، نعم كان المشكله كاونت انفينيتي، وقلنا حلها بويزن ريفيرس، انه واي يقول لزد، لا زد مش اخذ الطريق عن طريق واي، زد اختار مسار لاكس عن طريق واي، فبروح ببعث لواي انه المسافه عندي انفينيتي الى اكس. زد لانه بوصل لاكس عن طريق واي، فمش حيروح يقول لزد انا بوصل لاكس بقيمه كذا بالكوست كذا، بقول له انفينيتي، حتى ما يروحش واي يختارها مره ثانيه لاي سبب. الانفينيتي هذه في الريب هي 16، بحط له انه المسافه بيني وبين اكس هي 16، فمستحيل حد ياخذها لانه الماكسيمم مسموح 15. انت اوكي؟ طيب poison reverse used to prevent ping pong loops infinite distance 16 hops. خلص الانفينيتي هي 16 hops، فببعث له زد ببعث لواي انه المسافه بينه وبين اكس 16، فبروح واي لن يستخدمها ولن يطلب هذا المسار. هذا هو poison reverse. آخر سلايد اليوم معانا هو RIP Table Processing. RIP Routing Tables Managed by Application Level. إذا الشغل البرنامج اللي بيشغل الراوتينج تيبل في الRIP هو طبعا دائما في الابلكيشن لاير، وبسموه ديمن. الديمن هذا معناها في اللغة شيطان، بس المقصود فيها أو راوتر دي في اللينكس بسموها راوتر دي، راوت دي عفوا، اللينكس بسموها راوت دي او ديم، دي اختصار لديمن يعني. اوكي هذا برنامج اذا في الابلكيشن لاير هو المسؤول عن تشغيل الريب بروتوكول. ادفرتايزمنت سنت ان يو دي بي، وكل الادفرتايزمنت تاعته ترسل في باكيتات يو دي بي بيريوديكالي ريبيتد، وتعاد كل فتره طبعا زي ما قلنا كل 30 ثانيه وهكذا. هيو بتعامل اذا مع اليو دي بي، الراوت دي هذا بتعامل مع اليو دي بي. طبعا مش كل في سيسكو بتسماش راوت دي، له اسم اخر، فراوت دي بس في اللينكس، هو بيختلف من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم هذا التسميه. احنا هيك اليوم خلصنا الجزئيه اللي هنعرضها اليوم. اذا في عندكم اي سؤال اساله. في اسئله على الريب، على الهيراركي، على الانترا اي اس؟ تفضل. لا فيش سؤال، بس يعطيك العافيه. الله يعافيك. ممكن ادخل برنامج سكاي بي؟ بدي اعمل ستوب ريكوردينج لحظه شوي.